اضراب عام في مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل شمل كافه المرافق الحياتيه والمدارس احتجاجا على بدء المشروع الاسرائيلي لنصب مروحيات كبيره بهدف انتاج الكهرباء من خلال طاقه الرياح واندلعت مواجهات عنيفه بين عدد سكان بلدات الجولان المحتل والقوات الاسرائيليه بعدما حاول محتجون الوصول الى الاراضي التي تحيطها القوات الاسرائيليه بهدف الشروع في تنفيذ المشروع، مما ادى الى تسجيل اصابات نتيجه اطلاق القنابل المسيله للدموع والرصاص المطاطي اتجاه المحتجين. ويحتاج الأهالي على هذا المشروع الذي يمتد على مساحات واسعة في مرتفعات الجولان المحتل كما ويأتي قسم منه على أراض بملكية خاصة فيما يسبب المشروع أضرارا واسعة للمزارعين الذين يعتاشون على زراعة التفاح والكرز حيث يدفع المشروع إلى تضييق الخناق عليهم ومنع الكثير منهم من الوصول إلى أراضيهم الخاصة مستقبلا تحية من الجولان العربي السوري إلى أهلنا في فلسطين الحبيبة فلسطين القضية وفلسطين المصير ونقول للأهل نحن في خندق واحد قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد وعدونا واحد ها هي قوات الاحتلال الصهيوني تجتاح قرى جولان العربي السوري وتريد أن تقيم بما يسمى مراوح هوائية للاستيلاء على أراضينا هذه الأرض ملك لنا أباء عن جد هذه الأرض رويت بدماء أجدادنا أبان العثمانيين ورويت بدماء أبائنا أبان الفرنسيين وسنحميها بكل قوة نحن لأن هذه الأرض أرض الأباء والأجداد ومن ليس له أرض ليس له عرض ولا ليس له وجود كما قال الشاعر العراقي يمضيع ذهب في سوق الذهب تلقاه يمضيع وطن وين الوطن تلقاه هذه الأرض لا تباع لا ثمن لهذه الأرض سنبقى صامدين هنا إلى دحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا الحبيبة وعودة الجولان إلى وطن الأم سوريا وكلنا أملا بأن تقام دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس شاء من شاء وأبى من أبى ونحن في محور واحد المحور المقاوم والانتصار بش... بإرادة الله تعالى إلى محور المقاومة عشتم وعاشت سوريا وفلسطين المراوح في شركة اسمها أنجركس أنجركس هي اجت بمشروع انه تبني مراوح عملاقه بالمنطقه هون، بالبدايه في ناس اللي عندها اراضي ما كانت تعرف شو مدى تاثيرها، مدى ضررها، وافقت لهم على انه يكون في هناك اتفاقيات. بعدين صارت تنبهت الناس كان في هناك خبراء اللي بيعرفوا قديش هي لها اضرار على البيئه وعلى الانسان وعلى المزروعات فكل الناس واجهت الامر هذا برفض تام. طبعا الموضوع صار له اشهر حتى اكثر من سنه الناس قدمت اعتراضات عن طريق المحامين للمحاكم المح فجأنا انه اول امبارح جايبين قوه كبيره ومعهم مخونات كدوح وبدهم ياخذوا عينات طبعا نعتبر ان الخطوه هي خطوه استفزازيه وما بيدخلوا اراضي ممنوع يفوتوا عليها كان اللي كان قبل بيومين كان في تظاهر اما اقل من اللي صار اليوم اليوم كان في تظاهر وصار اطلاق قنابل غازيه صارت مواجهات انا اللي بدي اقوله بالاخر الجماعه انسحبوا طلعوا المخونات كدوح و... والجيش والقوات الموجوده انسحبت قلت لهم هناك معتقل بعد واحد او اثنين بعرفش محل الشباب اللي اعتقلوا هون كل الناس بيطلعون أو بصعدوا الموقف ويأتي المشروع الإسرائيلي على أكثر من ثلاثة الاف وستمائة ما يراه سكان مجد الشمس وبقعة ومسعدة وعين قنية على أنه تهديد وجودي بالنسبة لهم وكانت الهيئه الدينيه والاجتماعيه في مقام ابي ذر الغفاري بالجولان عقدت الثلاثاء اجتماعا اثر اسرار السلطات الاسرائيليه نصب المراوح العملاقه لانتاج الطاقه الكهربائيه ومنعها من تنفيذ مخططها التوسعي في ممتلكات الاهالي وأغلقت شرطة الإسرائيلية في اليومين الأخيرين عددا من المداخل الرئيسة لقرى الجولان ومنعت الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية في المناطق التي تعتزم نصب التوربينات فيها فيما احتشد عدد من الأهالي على الطرقات المؤدية إلى الأراضي الزراعية في مجدل الشمس وبقعت ومسعد وعين قنية لمنع القوات الإسرائيلية من الوصول إلى أراضيهم